هو مشيه. ايه 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 ايه؟ هتخش جوه التليفون عايز ايه؟ دولا انت بتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت ما انت كل حاجه تحشر نفسك فيها. ايه دولا بس، اصل انا يعني شايفك عمال تدور كده. انت في حد بعت لك رساله بمناسبه عيد الشرطه؟ عيد الشرطه؟ اه خبط خبط في الشرطه، خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك. ايه دولا انت كده دايما صادتني كده وانا دولا يعني. بس بس ها ها بس بس بياهو يا معلم بومبا. مين مين مين؟ الو يا بومبا، اخبارك ايه؟ اوعى مش انت. لا 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 مش انت، ده هنا. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا عادل. عادل مين؟ انت نسيتني ولا ايه؟ عادل يا عم صاحبك، ساعة ما روي الكلب بتاعك قاعد يجري ورايا فاكر، وانت قاعد تضحك. بس بس ايه ايه؟ لا ده كلب تاني. اخبار روي ايه؟ مات؟ احسن احسن. يلا يلا، ده ظلم ناس كتير يعني. يا عم بهزر يا عم. المهم يا سيدي، بص بقى، انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيما وبتاع، فقالوا لي طب ما تعزموا عندنا في البيت. والله اه لا اتجوزت طبعا، ما بقول لك مراتي وبنتي ازاي يعني. المهم هبعت لك بقى العنوان، انت فاضي النهارده؟ حلو، هبعت لك العنوان مسج وهستناك يا معلم. ماشي ماشي يا بومبا، يلا مع السلامه. بقول لك يا دولا، يعني هو انت مصاحب بتاع انابيب؟ مصاحب بتاع انابيب اشمعنى يعني؟ اصل انت يعني عمال تقول له يا بومبا. يا سلام، وعشان بومبا يبقى بتاع انابيب وانت ذكائك الحركي يعني فاهمك كده. لا يا سيدي، ده اسم الشهره، لكن اسمه الحقيقي علي وزه وشغال في السيما. شغال في السيما واسمه علي وزه؟ ايه؟ هتتريق على اصحابه ولا ايه؟ طب ما انت اسمك زفت رمزي وشغال في بازار وغبي ومش فاهم حاجه عادي. يا سلام. طب بقول لك يا دولا، هو انت عازم علي بطه دون عندك في البيت؟ ايه هتتريق على صاحبي وعلي بطه بدل ولا ولا؟ انا مش عايز اسمع كلام خالص. اه عازمه في البيت، عايز حاجه؟ لا يا دولا. دولا هو انت ليه ما بتعزمنيش عندك في البيت يا دولا؟ هو احنا مش اصحاب؟ انت مش صاحبي؟ انا يعني بص، اليوم كله هتفضل معطلني باسئلتك، انا عندي مكالمات يا ابني عايز اعملها. انت مش صاحبي يا رمزي، مش صاحبي، انت قدري يا ابني، غصب عني بتقبلك يعني، دي ذنوب الواحد بيخلصها في دنيته، ويا رب اخلصها. ابعد عني بقى، عايز اعمل تليفونات. ماشي. النهارده بقى يا ياسمين، في واحد من اعز اصدقائي هيجي يزورنا. انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقه. ماشي. اه شكله هو اللي جه. روح تعال. ايوه ايوه ايوه. انا مش فاهم انا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ عدوله عدوله، مش معقوله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا عم؟ خش خش. ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه طنط، شكلك اتغير شويه بس الباروكه زي ما هي. ازيك يا سناء؟ ازيك يا رخم؟ زي ما انا رخم. اكيد انت بنت عادل مش كده؟ ايوه يا سيدي، دي بنتي ياسمين، والحمد لله ان انا لحقت اخلفها قبل الخضه اللي انت عملتها لنا دي. مين حضرتك؟ دي يا سيدي نجلاء، اخت مراتي. اه بجد؟ انا مبسوط بجد قوي يا عدوله، انت جمعت عيلتك كلها النهارده عشان تتعرف عليا؟ ولا جمعتهم ولا حاجه يا سيدي، هم كلهم قاعدين عندي هنا في البيت. ايه؟ كل دول قاعدين معاك؟ يعني راجل وشويه ستات؟ راجل وست ستات يا سيدي، وموضوع كده هو هبقى فاهمهولك بعدين. بومبا. دي يا سيدي مراتي، وبتعمل كده ليه؟ موضوع فهمهولك برضو بعدين. اوه ازيك يا سناء، عامله ايه؟ لسه بتخافي زي ما انتي؟ ايه بخاف دي؟ انا ما بخافش، انا خوف استاد بالجماهير باللعيبه كمان. قال بخاف قال. يبقى اوفر زي ما انتي. وانت عامل ايه عدوله؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي عندي بازار. بازار ازاي يعني؟ ايه اللي بازار ازاي؟ بازار يعني محل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني. وانت يا ياسمين عامله ايه في المدرسه؟ شطوره ولا طالعه زي باباكي بازار؟
نهار اسود يا كبسه، نهار اسود. وانت بقى شغال ايه في السينما امال؟ شغال كاميرا؟ تلاقيه كومبارس وصامت كمان. كومبارس متحرك لو سمحتي. بعد اذنك، انا اللي بحرك الاحداث في السينما، انا اللي بعمل، انا اللي بصمم المعارك في الافلام. هو لسه في معارك في الافلام؟ طبعا، حرق، غرق، دم، كل حاجه موجوده. ساسبنس. هي الشنطه دي فيها ايه يا عمو؟ فيها عده الشغل، تعالى ما اوريكي. البسي ده. شفتي يا ماما؟ شفتي؟ طول عمره رخم وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. ايه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه؟ عقدتلي البيت. لسه اللي جايه. يا رخم يا رخم. روحي يا اختي افتحي الباب، روحي. في ايه يا رمز؟ ايه ده دولا؟ انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولا؟ حيواناتي يا ابني، انت مش عارفهم ولا ايه؟ ايوه يا دولا، مش دهوني سيد قشطه وده ابنه. ابنه ايه يا اهبل؟ دي ياسمين بنتي. ياسمين بنتك؟ هي اتحولت؟ بصي عمر دماغه ما هتجيب، عمر دماغه. اقلع يا ياسمين، اقلع الماسك يا ياسمين. الحمد لله، يخرب بيتك. ده لا، عمرك ما روحت ملاهي يالا يا رمزي؟ ملاهي ايه بس يا دولا؟ وانت بتديني حاجة يا عم علشان اروح اي حتة؟ ده انت معذور يا دولا علشان البازار بتاعك المقشفر. ولا 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 ايه ايه ايه؟ بديك فلوس ايه؟ ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا رانيا، ما انت عارفة يا عارف؟ ده ما بديلوش اقل من 2000 جنيه في الشهر. ايه ده؟ بجد؟ فعلا شكله تحفة. 2000 جنيه مين يا دولا؟ وانت مشغل حد تاني معاك في البازار يا عم؟ هبقى افهمك بعدين بعدين. بس تصدق يا دولا، صاحبك ده في حاجة في وشه، تحس كده ان عنده عمق انساني. انا؟ ايوه. بص بص عامل ازاي؟ انت يا ابني هايل جميل، تنفع قوي في ادوار الشر. ربنا يعمل بيتك يا رب. ادي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم. شر ايه؟ شر جميل. ايه بتاع ايه؟ لا انت فاهم غلط، ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز فيه، ما تقلقش يعني. صدقني يا دولا بجد، بص بص ناحية وشه، بص كمية الشر اللي جواه مش طبيعي. انا شخصيا خفت دلوقتي، مش طبيعي. طب ما احنا فيها اهو، احنا نمثل مع بعض، انت هتعمل دور الراجل الطيب وانت هتعمل دور رئيس العصابة. ايه ده؟ هو ممكن هنا؟ ده السينما طلعت سهلة خالص. طبعا كل شيء متاح مع بومبا ملك الاكشن. يلا هنبتدي. بص هو هيخش عليك دلوقتي، هتلاقيه رافع حجمه، اوعى تشك فيه خالص. بعد كده تلاقيه بيهجم عليك ماسك سكينة برضه، اوعى.